هو حول الوضع السياسي في بلادنا، الرهانات والتحديات. هذا موضوع كبير وواسع. أول شيء أنه اليوم مطروح واحد سؤال كبير في العالم حول من يتكلم عن نظام عالمي واحد لمونديالست، كيتكلموا على المونديالزم، وكاين اللي كيتكلموا على كذلك الديمقراطية والسيادات ديال الأوطان للسوفرينيزم. كاين هذا سؤال كبير مطروح. إذا حنا أول حاجة كتبادر بالذهن ديالنا هو أننا ما يمكنش نفكروا في المغرب كمغرب، يعني دولة مستقلة عن كل ما يجري في العالم. بالعكس، ما يجري في العالم له تأثير وتأثير مباشر علينا. إذا باش نتكلموا على الوضع السياسي في بلادنا، كاين هناك تفاصيل تخص البلاد، ولكن لا بد لنا من أن نعرج على ما يجري في العالم باش نفهموا التداعيات ديالو، سواء إيجابية إذا كانت أو سلبية إذا كانت. أول مسألة، إحنا مغرب بلد إفريقي، بلد مغاربي، كنعيش في إفريقيا اللي عانت من الويلات ديال الاستعمار المباشر خلال القرن 19. واحد العدد المستعمرين قسموا إفريقيا، نهبوا الخيرات ديالها، وباقين لحد الآن، راكم شفتوا الكتب اللي تكتبت لا مافيا أفريك، النهب ديال الخيرات، وكيتحكموا حتى في الرؤساء ديال الدول. إلا طلع شي رئيس ديمقراطي كيحيدوه ولا كيغتالوه، وكيجيبوا رئيس اللي هو تابع ليهم باش يبقاو المصالح ديال الدول المستعمرة كاين. إذا القرن 19 كان استعمار مباشر ونهب الخيرات. القرن 20 استمر النهب، ولكن جات داك المرحلة ديال الاستقلالات، وهي كانت غير استقلالات شكلية، لأنه بدأ الاستعمار الجديد. واليوم في القرن 21 الاستعمار المتجدد. إذا كاين هيمنة ديال العالم علينا اللي كتنهب الخيرات ديالنا وكتوجه السياسات ديالنا داخل البلاد. هذه نقطة. النقطة الثانية هو أنه اليوم هذا النظام النيوليبرالي اللي كيتحكم في العالم، خصوصا بعد انهيار جدار برلين، لأن ديك المحطة ديال الثمانينات خصكم تسطروا عليها بالأحمر. هذه مرحلة، محطة أساسية، بحال داك يعني داك الفيراج اون او، كانت الإنسانية غادي هكا ورجعت هكا. علاش؟ لأنه كانت توازنات على المستوى العالمي ما بين يعني الولايات المتحدة الأمريكية من جهة وروسيا من جهة أخرى. ولكن بعد انهيار المعسكر السوفيتي في نهاية الثمانينات، ولا العالم كيحكموا قطب واحد. هذا القطب الواحد عاتى غطرسة ونهبا وتدخلا في كل العالم باش يبين السيطرة دياله، باش يبين السيطرة دياله. وانتم شفتوا يعني ما جرى في أفغانستان وفي العراق وفي اليمن وفي البحرين، تدخل مباشر. يعني أنه كيف يعقل أنه الأمين العام للأمم المتحدة كيقول كيجبد واحد 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 القريعة صغيرة وكيقول لك هادو راه البكتيريات ديال المميتة اللي كيتمكن اللي عند في حوزة النظام العراقي باش تم تدخل وتدمير العراق. العراق اللي ما كانش فيه الأمية، صفر ديال الأمية. العراق اللي كانوا العراقيين كلهم كيعزفوا على شي آلة من الموسيقى لأنه بالمجان. العراق اللي كان كيشكل قوة يعني ضاغطة وكانت تخيف، لأنه يعني الدركي ديال الولايات المتحدة في المنطقة هو ذاك الكيان الصهيوني، يعني ما بغاوش يكون عنده شي منافس، ولهذا دمروا العراق تدميرا ودمروا واحد العدد ديال الدول وخلقوا هذا الشيء اللي كتعرفوا الفوضى الهدامة، وانطلقوا في المشروع ديال الشرق الأوسط الجديد، ومن بعد منه في صفقة القرن باش يسقيو القضية الفلسطينية، باش يخلى لهم الجو ديال اش ديال السيطرة على المنابع ديال الطاقة الأحفورية من بترول وغاز وغيرها، وحتى على الطرق اللي كتمر منها هذه الطاقة الأحفورية، وبطبيعة الحال باش يسيطروا على الشعوب ديال المنطقة ويكونوا الحكام ديال المنطقة تحت القبضة ديالهم. وهذه الفوضى الهدامة أنا ما كانش كتقتصر غير على يعني الشرق الأوسط، كان جاية لنا حنا، جاية لنا. راكم شفتوا قسموا الصومال والسودان وقسموا وغادي، وعندهم مخطط يقسموا جميع البلدان اللي هي ما كتخضعش. إذا هذا الشيء كله كيأثر علينا، كيأثر علينا بواحد الشكل اللي هو كبير. ثم أنه هذا النظام النيوليبرالي المتغطرس أنه كيفرض علينا السياسات اللي غادي نتبعوها بلادنا. كيف؟ أنه دخل في واحد الآلية ديال التركيع ديال الشعوب. شنو هي؟ هي المديونية.
المديون ياك يبقى يسلفك، بغيتي دير شي حاجه غادي يسلفك. واخا واحد الدراسه بينت بانهم ملي كنقترضوا من عند المؤسسات المانحه، مؤسسات يعني صندوق النقد الدولي ولا البنك الدولي ولا البنك المركزيه، كنتسلفوا 100 مليار مثلا، شي كيدخل للبلاد وشي كيمشي للجنان الضريبيه. اذا بتواطؤ دائما هذه المساله، هما يفسدون الحكام باش يمكن لهم يسيطروا وتيرقعونا كشعوب بالمديونيه. اذا كانت المديونيه ديالك انت تقارب الناتج الداخلي الخام ديالك تفقد سيادتك الماليه، واذا فقدت سيادتك الماليه تفقد سيادتك تماما، وكيبدا يفرض عليك. المدرسه غير منتجه خصها تسريع والخصاصه، الصحه غير منتجه فيها غير تصرفوا فيها اموال، خصكم تسريع باش ترجعوا لينا الدين اللي سلفناكم والقيمه ديال هذا الدين. اذا هذه المديونيه اللي لصقت فيها هذا الشيء ديال الخصاصه راه خطيره بالنسبه لبلداننا. حنا كبلدان بغينا انه الدوله تكون بالفعل دوله اجتماعيه، لان بغينا انها توصل للمدرسه للجميع. حنا يلا بدينا استقلال الشكلي، يلا بغينا نقراو، يلا بغينا انه الصحه توصل للجميع، الطريق توصل للجميع، السكن يوصل للجميع، شبابنا يخدم، وبدينا شويه مزيان بعد الاستقلال بنينا المدرسه. وبدينا المدرسه العموميه اللي خرجتنا حنايا كاملين قرينا فيها، وكل ما كناش قرينا فيها لان ديك الساعه كان يعني العدد ديال الاطفال اللي كيخلقوا في واحد الاسره راه مرتفع بزاف. راه حنا المغرب انتقلنا من 7.2 ديال الاطفال في الاسره الى دابا 2.2، راه شحال هذه كتلقى الاب عنده 7-8-9 دراري. فين غيقري الدراري الا كانت المدرسه بفلوس؟ اذا كانت المدرسه مجانيه وجيده وكانوا عندنا اساتذه اليوم جايين من الحركه الوطنيه متقفين كيعطيونا بزاف الحويجات. هذا الشيء اللي عطى اطر المغرب اللي لقاها في كل المجالات، من اطباء، من اساتذه، من مهندسين، من ممرضين، من كل شيء. ملي كنا غاديين في هذا الاتجاه، حنا دابا دخلنا شي شويه المغرب، واخا مازال عندي ما نقول لكم شي حويجات مهمه على المستوى الدولي اللي كتحكم فينا. ملي في بلادنا كان هناك صراع على السلطه ما بين الاحزاب التقدميه اللي جات من الحركه الوطنيه وما بين يعني الملكيه، لان داك الساعه قالوا حنايا اللي جبنا الملك محمد الخامس، لان داروا الشرط ديال استقلال البلاد برجوع الملك ونساو الشرط ديال بناء الديمقراطيه. كان هذاك الشرط الثالث كان كيقولوا المهدي بن بركه رحمه الله، ولكن واحد اخر قال لا، بعدا يرجع الملك ونصيفطوا فرنسا ترجع في حالاتها، وديك الساعه غادي نجلسوا بيناتنا وغنصوم. ولكن كان هذا خطا، خطا كبير، انه ملي بدينا كان هناك صراع من سيمركز كل السلطه. ما كانش باغي حتى واحد، ما كان باغي يقسم السلطه بالشكل اللي حنا بغيناه. والدستور اللي دار اول دستور في المغرب ديال 62 راه حتى السلفيه المتنوره اللي كان كيقودها بالعربي العلوي حتى رفض هذاك الدستور، لان ماشي هو الدستور. واش حنايا قدمنا الشهداء ودماء الشهداء وحررنا بلادنا باش نبنيو الديمقراطيه، ولا باش نعاود نعيشوا نستعمر من قبل واحد الفئه داخل بلادنا؟ اذا بدات من 62 الدستور، ما جاش دستور ديمقراطي، ما جاش باش يفصل السلطات. وانتم تعرفوا الدستور، ما يمكنليناش نتكلموا على دستور الا ما كانش فيه تحديد فصل السلطات. الا كان نظام جمهوري او ملكي راه كتكون يعني السلطه ديال رئيس الدوله محدده، ثم السلطه ديال الحكومه هي اللي كتحكم وتحاسب وتراقب، ثم السلطه ديال البرلمان اللي كيكون مهم جدا، ماشي بحال اللي عندنا اليوم حنا غرفه ديال التسجيل. برلمان يشرع ويراقب العمل ديال الحكومه وكيقوم بالدور ديالو التحلي، كل حاجه كتنطق بها في المجتمع الا كيدير يعني المجموعات ديال البحث والتحري باش نشوفوا. ثم السلطه القضائيه اللي خصها تكون مستقله واللي هي العمود الفقري ديال اي دوله ديمقراطيه. مشى لي حقي القانون غادي يرجعوا لي القضاء، كنت في نزاع كذا دائم. حنا هادو ربعه السلطات، حنايا كنتكلموا على الفصل ديال السلطات في الدستور ديالنا حتى الدستور ديال 2011، ولكن ما كانش الفصل الحقيقي ديال السلطات. لا زالت كل السلطات ممركزه في يد واحده، علاش؟ والذي يدافع عنها هما اللوبيات، يستفيدون من النظام اللي سماه المرحوم دريس بن علي، هو واحد الرجل ديال الاقتصاد مهم جدا، استاذ كبير رحمه الله. هذاك الاستاذ كيتكلم على النظام نيو باتريمونيال، يعني ملي خرجت فرنسا هذاك واحد المجموعه هي اللي استفادت من الريع، من الاراضي، من المياه، من 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 معادن، كل شيء، وهي اللي ولات غنيه في البلاد. وال يعني هذه الاش تي بي المندوبيه الساميه للتخطيط كانت تكلمت في واحد الوقت على 150 عائله هي اللي تغنات، في حين حنا ولينا دوك البروليتاريين الجدد، الاساتذه حبسوا لهم يعني الاجور، حبسوا الاجور كلها،
يعني متدنية ولا تساير المستوى المعيشي. إذن كنجي نشوفوا اليوم ارتفاع الأسعار، واش هذا راه انتحار؟ راه كيفاش هذه الناس يمكن لهم أنهم يستجبوا المتطلبات يعني الدنيا ديال الوليدات وديال الأسرة وديال الدنيا؟ إذن ماذا بينا دابا؟ ويمكن نعرج من بعد عاود نرجع على المستوى الدولي شنو كاين، ولكن على مستوى بلادنا بقينا غاديين في بداية ديال الاستقلال، مشينا حتى الثمانينات، ورغم الصراع اللي كان حول السلطة كان هناك دور ديال الدولة. الدولة كانت هي اللي كتقود المجال ديال السياحة، ديال الصناعة، ديال الطاقة. كنا كنتكلموا على احتكار الدولة واحد المجالات مهمة جدا، وبدينا كنبداو، كانت الدولة كتخدم بالمخططات، المخطط الخماسي، المخطط الرباعي، وحنا كنشوفوا هام فين حنايا، ها فين غادي، رغم الصراع اللي كان واللي أدى الثمن ديالو يعني الحركة التقدمية واليسار المغربي امتاز ما مارت من أكدس بدر مولاي الشريف، هذاك الشيء كله دوزناه، ولكن في إطار الصراع من أجل بناء المغرب الديمقراطي. ملي غادي تجي الثمانينات المغرب توا غياخذ واحد لو فيراجون. شنو وقع؟ أنه الدولة بدات كتخلص من المجالات الاحتكار ديالها كله للخواص. شجعت الخواص، عطاتهم الاراضي، كيكريو 99 سنه اللي كيخلصوا ضرائب وماشي فلاحه، الناس غير مستثمرين داك المجالات. واحد العدد ديال الامور تخلات عليه الدوله، تخلات على مجالات الاحتكار ديالها للخواص. غادي نشوفوا من بعد بانه هاد الخواص ما خدموش بحال البرجوازيه الوطنيه اللي كانت في اوروبا، وانهم تيربحوا، ولكن بلاد كتربح معاهم، تيربحوا تيخلصوا الضرائب ديالهم. هادشي ما كانش عندنا حنايا، ولهذا ملي جات الخلاصة بأننا فشلنا في النموذج التنموي، عبر عليها الرئيس ديال الدولة، الملك ديال البلاد كيقول فشلنا، ولكن الخلاصة كانت شنو هي؟ أننا شجعنا الخواص، والخواص ما نجوليناش ديك القيمة المضافة، ما نجوش العدد ديال فرص ديال الشغل، ما جعلوش المغرب بلد متقدم. إذن المراجعة الطبيعية كان خاصنا، وخصوصا مع الجائحة، أننا نسترجعوا دور الدولة خصوصا في القطاعات الحيوية من تعليم وصحة، أساسي، لأن شفنا الخواص اللي كيهمهم هو الربح. إذا ما يمكنش نخليهم مدرسة الخواص غادي يقريو داك الدراري غادي والديهم يقدروا يخلصوا بزاف. إذا ما يمكنش، حنا المغرب فقير، يعني راه الشرائح الواسعة ما عندهاش هذه الإمكانيات. إذا حنا كنا كنتظروا بأنه من يتم الإعلان على فشل النموذج التنموي ومع الجائحة اللي بينات الدور الأساسي للمدرسة العمومية وديال الصحة العمومية، أنه غادي نرجعوا بالفعل الدور الاجتماعي ديال الدولة، والدولة استراتيج أنها تحمل مسؤوليتها وأنها تنهض بالأوضاع ديال التعليم في بلادنا والبحث العلمي، وتنهض بالأوضاع ديال الصحة العمومية باش نضمنوا الكرامة ديال المغربيات والمغاربة. فإذا به كان العكس، وخا الخلاصة باينة، قالك لا، حنايا المنطلق الاستمرار في تشجيع الخواص في كل المجالات. إذا هذه خلاصة أولى اللي هي لا تطابق المنطق ولا يعني الخلاصة اللي وصلنا لها. ولهذا دارت الدولة واحد لجنة خاصة، دارت نموذج نموي بعد استشارة مع واحد العدد ديال الأطراف، وخرجت بهذا الشيء ديالها اش خاصنا نديرو، ولكن ملي كنشوفو اش خاص يتدار، مزيد من الخصصة، مزيد من الاستدانه، يعني كنقول غندير مشاريع ولكن غادي نتسلفوا الفلوس باش ندير مشاريع، مزيد من الاستدانه، ما كاينش مشروع ديال الارساء الجهويه الحقيقيه وديال التضامن بين الجهات والتكافؤ ديال الفرص، وما كاينش النهوض بالمدرسه العموميه وبالصحه العموميه، بل استمرار في تخريب المدرسه العموميه والصحه العموميه. هذا من ناحيه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.